حريات حريات لا رياسة مدى الحياة 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 بتقول انه هالمجموعه هذه مش تفهم على اساس كانت تسمى كاميكاز. طلعت لها طلعه ونحن نحتفل بعيد الجمهوريه, طلعت لها طلعه في عام 2008 قالوا تو عيد الجمهوريه كيفاش نحتفلوا بيها. جاوا لمينا بعضنا وقلنا لابد نعملوا مظاهره, لمينا بعضنا وجينا في مفترق في اربع او خمسه طرقات قدام البلديه وحضرنا اللافتات اللي كنتوا تراو فيها وحضرنا الشعار الرئيسي. الشعار الرئيسي للمظاهرة كان حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة, في الفترة التي كان يناشد فيها بن علي للترشح مرة أخرى إلى 2009 وبعد 2014. وقتها يعني كانوا الناس اللي وقع في بنزرت وقعت كيما الصدمة, كانوا الناس ملمومين في هالمفترقات واقفين يتفرجوا فينا واقفين يتفرجوا فينا. وبعد كي تحكي مع العباد شيء يقول لك والله كنت نحب نقدم الخطوة ونجي معاكم لكن ما نجمتش. زوج فقط تشجعوا, زوج نساء جاوا قعدوا يعيطوا معنا. وبعد ظهرت واحدة تعيش في فرنسا واحدة جزائرية, جاوا قاموا مظاهرة صدموا معنا وقعدوا يرفعوا في الشعارات.